نيجي بقى هنا نعمل الرز بلبن. يبقى انا عندي هنا نص كوبايه رز مسلوق، عندي كيلو من اللبن، كيلو من اللبن هحط عليها كوبايه الا ربع من السكر او كوبايه سكر حسب انتوا بتحبوا التحليه ايه. بس خلي بالك احنا هنحط الشوكولاته فهتزود نسبه السكر في ايه، في الرز بلبن. هاخد معلقتين كبار من النشا، شوكولاته مبشوره، شوكولاته قطع، وكاكاو. نعمل ايه اهو، مش لازم دي، انا هستعمل على طول الرز بلبن المسلوق. في ناس بتضرب في الخلاط شويه بس لا يعني هو رز هم عايزين عشان ما يبانش قوي، فهو كده الرز ضايق احلى. يعني في ناس تروح بعد ما يستلق يروح حاطينه في الخلاط مع شويه لبن وادينه ضربه، برضه حلو ده النوع يعني. بس الافضل الرز بلبن ده الاصلي بتاعنا، رز اللبن مسلوق، مسلوق كويس جدا. ماشي، جاي تحقق احلامك هنا ولا ايه يا كابتن؟ ماشي، واحط عليها كيلو اللبن. ده الرز المسلوق حلو جدا وشارب كل الميه، واحط عليه كيلو اللبن. احط اهو كوبايه السكر او كوبايه الا ربع، معلقتين كبار النشا، واقلب، وحوالي نص كوبايه من الكاكاو، واقلب برده كله على البارد. لو اللبن سخن لازم تروحي عامله ايه، مدوبه كاكاو في حاجه او في شويه ميه او شويه لبن، ومدوبه كمان النشا. اهو بصوا كده قرب يغلي اهو، لازم يغلي. بصوا انا شلت كده الرز اللبن من على النار، شلته خلاص، انا قلبت غلي، شلته من على النار، هضيف قطع شوكولاته. انا شلته من على النار ومش هقلب كتير، انا مقطعاها بالسكينه كده مكسراها اهي. بصوا بس ليه انا عملت كده، اقول لكم انا ليه عملت كده بعد الفاصل. طب انا هغرفهم بس في، لازم اغرفها وهي بالشكل ده. بصوا كده انا، بصوا في الحل عامله ازاي، الشوكولاته اللي انا حطيتها قطع وما قلبتهاش كتير وهسيبها تبرد على كده. بصوا تحس ان هي عامله ايه، خطوط كده جوه الرز بلبن دي، لما تبرد هتلاقوها فاصله عن الرز بلبن، الخطوط دي كلها هتلاقيها فاصله. يعني انا حطيت قطع شوكولاته تخينه شويه وما قلبتهاش، سبتها كده تقليبه واحده وسبتها وغرفت وهسيبها تبرد على كده. لما نيجي بقى تتاكل هتلاقي خيوط الشوكولاته دي جوه الرز بلبن، شكلها حلو قوي. خلاص بص بقى ادي الرز بلبن، كمان ممكن نحط كمان ايه عليه، شوكولاته مبشوره كمان. بص بقى الشوكولاته، كميه الشوكولاته تبقى قد ايه.